مفيش قرار يتحط في الدولة دي إلا لما الشعب المصري يستفتوه. ومط وشك و... يس أنا بحترمك قوي يس. لازم الفلوس ترجع لي ولازم حقي يرجع لي، ولكن تحت إدارة وإشراف النواب شريف عشان هو اللي قال المشروع للرئيس، والرئيس صدق بالمشروع وفتح له ميزانية مفتوحة، ميزانية مفتوحة اللي هو احنا ايه فقراء قوي. السفارة عايزة تحل معايا، قال أنا رئيس البلد اهتم بمواطن مصري اشتكى شكوى وبعت للسفارة يحلوا معايا. شفتوا يا مصريين قد إيه الرئيس بيهتم بكل مواطن مصري عنده شكوى؟ بتصدموه ليه؟ بطلوا ظلم بقى. طب خالص؟ بالنسبه لي ان انا قبلت في مهرجان القاهره السينمائي الدولي ده كان بالنسبه لي انا مفاجاه، وده بالنسبه لي اكبر جائزه، انا كده اخدت اكبر جائزه في حياتي.